قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ما حالات الحاكم بغير ما أنزل الله من العلماء والولاة والقضاة والأفراد حيث سمعت أن منهم من يكفر ومنهم من يفسق ونحوه فما الحكم في ذلك؟ الباب هذا والآيات في التحاكم إلى غير ما أنزل الله. أما الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء قال الله تعالى فيهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالحكم بغير ما أنزل الله حكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ذكر العلماء فيه تفصيلا قالوا إن كان يعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم غيره هو الذي يصلح للناس أو أنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله يعني استباح هذا الشيء هذا كافر كافر من الكفر المخرج من الملة إذا استباح الحكم بغير ما أنزل الله وقال جائز أن يحكم بالشريعة أو يحكم بالقانون كله جائز سواء المحكمة فيها هذا وهذا حكم بالشريعة وحكم بالقانون والناس مخيرون والأمر كله سواء هذا كافر بالله عز وجل. وكذلك من باب أولى إذا قال إن حكم الله ما يصلح لهذا الزمان وإنما يصلح لهذا الزمان الحكم بالقوانين الوضعية لأن الناس تطوروا والحضارة تقدمت والعلم كما يسمونه هو في حقيقة الجهل ما هو بالعلم العلم تقدم والزمان هذا اختلف عن زمان الأولين لازم ننظم الأمور ونجيب أنظمة الدول الراقية نجعلها هي الحكم بين الناس في المحاكم هذا كافر هذا أشد الكفار العياذ بالله أشد من اللي قال جائز هذا وهذا هذا كافر الكفر المخرج من الملة. الحالة الثالثة إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأنه مخطئ في تحكيمه بغير ما أنزل الله ولكنه فعل هذا إما لشهوة في نفسه ورغبة ينالها في هذه الدنيا فهذا كفر دون كفر هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لأنه لم يستبح تحكيم غير ما أنزل الله لم يستبحه يعتقد تحريمه ويعتقد أن حكم الله هو الحق وهو الواجب فيكون هذا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وكافرا الكفر الأصغر غير المخرج من الملة يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما إذا كان
يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا، لأن كثير من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظالم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر لأنه مكذب بقول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. تفسير ابن عباس يقوله من يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون كفر دون كفر، هذا المستحيل لم يستحيله، يعني حكم بالرشوه او لعدوه على عدوه او لصديقه يكون كفر دون كفر، ومن يستحل الحكم يستحل تركه يكون كافر، يستحله كفر، لكن لو حكم بالرشوه لا يكون كافر دون كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيره. كان كبير في هذا المقام عفى الله عنه مثلا تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، هذا مثل إذا فعلها قد يدعي أنه إذا فعلها مستحيل لها يكفر، وأما إذا فعلها لتأوي لهرى قومه لكذا أو لكذا يكون كفر ونكفر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال في تفسير الكافرون في هذه الآية كفر دون كفر، أي إن الكفر نوعان، كفر اعتقادي قلبي وكفر عملي، وهذا ما يجهله كثير من المسلمين اليوم وخاصة منهم الشباب الناشئ، فإنهم يتوهمون أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو مرتد عن دينه، وليس كذلك، بل يجب أن ينظر إلى الحاكم الذي يحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بقلبه مؤثرا له على حكم الله وحكم نبيه فهذا هو الذي يرتد به عن دينه، أما إن كان في قرارة قلبه يعتقد بأن الحكم بما أنزل الله هو الصواب وهو الواجب، لكن الله يعين على البشر
شلون ننسوكم؟ يعني بلا إله عذر، ولو أنه عذر غير مقبول، إنما اعتباره بهذا العذر يدل على أنه يؤمن بحكم الله وحكم رسوله أنه هو الصواب، ولكن انحرف عن هذا الحكم كما ينحرف كثير من الناس الذين نظن بهم خيرا. الحاكم المسلم الذي يحكم بكتاب الله وبحديث رسول الله ليس معصوما، فقد يضل في حكم ما، أي يرشى مثلا فيحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ينطبق عليه قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. ولكن بأي معنى أولئك هم الكافرون؟ كفر ردة أم كفر معصية؟ ننظر، إذا كان حينما ارتشى وحكم بالراشي بما ليس له، إن كان يعتقد أنه آثم في نفسه كما يعتقد الغاش والسارق والزاني وغيره، فهو آثم وليس بكافر، وهذا معنى كفر دون كفر. أوصيهم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، ولزوم السنة، ولزوم العلماء الكبار السلفيين، وعدم الاغترار بالمتعالمين من أنصاف المتعالمين ومن شيوخ الفجأة، وعدم الاغترار بمن يطعن بأئمة السنة من أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين والألباني، فإذا وجدوا أناسا يطعنون في الألباني ويرمونه بالإرجاء فليعلموا أنهم أهل ضلالة وأهل انحراف، لأن الطعن في الألباني طعن في السنة التي يحملها رحمة الله عليه. ما النصيحة إلى أولئك الصفهاء وأنصاف المتعلمين الذين يرمون هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟ النصيحة لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتعلموا العلم قبل أن يتكلم، عليهم أن يتعلموا العلم قبل أن يتكلموا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما فرط منهم من الكلام، وأن يصونوا ألسنتهم عن الكلام بغير علم. فالقول بغير علم، القول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، جعله الله تعالى فوق الشرك بالله، قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، إذ يشعر الشرك ويشعر غيره، فجعلها من إرادة الشيطان في الآية الأخرى. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يريد الشيطان إنما يغركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، جعلها من أمر الشيطان. أرى أولا أن لا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليه أو لا يجوز، على الشباب أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم أو ندبهم إليها، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريما، وأن يحسبوا
وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق.